بيشتموني بيلغطوا فيا، وانا يعني الموضوع بالنسبه لي يعني صعب شويه. الموقف حصل ده انا بحكيه بتلقائيه، مش بحكيه ان هو موقف متعمد، ان انا الناس تقول لي انت بتحكي موقف عشان تركب ترند والكلام ده. يا جماعه انا بعيد عن السوشيال ميديا بقالي اكتر من 8 سنين، ما بظهرش في اي حاجه. لا بالنسبه لي بس الناس، انا من بقالي يومين تقريبا الناس عماله تهاجمني، ناس كتير جدا من الناس اللي انا المفروض ان انا واحد منهم اللي هو جمهور نادي الزمالك، و بيشتموني بيلغطوا فيا، وانا يعني الموضوع بالنسبه لي يعني صعب شويه، ان انا راجل بعيد اصلا عن عن الميديا، وبعيد عن الكوره، بعيد عن المجال خالص. وفكره البرنامج لما الاستاذ يكلمني، يعني حبيت ان انا ارجع تاني اقول للناس ان انا راجل كنت بلعب كوره، وكان ليا وضعي في الوقت اللي انا كنت بلعب فيه، افتخر قدام اولادي ان انا لعبت كوره. وموقف حصل ده انا بحكيه بتلقائيه، مش بحكيه ان هو موقف متعمد، ان انا الناس تقول لي انت بتحكي موقف عشان تركب ترند والكلام ده. يا جماعه انا بعيد عن السوشيال ميديا بقالي اكتر من 8 سنين، ما بظهرش في اي حاجه. وحتى وانا راجل بلعب كوره تقريبا لو كان في حد بيكلمني ان انا اروح اظهر معاه كنت برفض الموضوع ده خالص، ولكن انا الموضوع جاب الصدفه والصدفه البحته، وحاجه بعملها عشان خاطر اولادي. وموقف بالنسبه لي ان الموقف حصل، موقف حصل وانا قلت عليه ان هو حصل وخلاص الموضوع انتهى. لقيت رده الفعل من الجماهير، في ناس غضبانه جدا، وفي ناس انا بحكي موقف يا جماعه موقف حصل، وكنت بحكيه بكل يعني بكل تلقائيه، ما كنتش مركز فيه اصلا ان انا اقول فلان او علان او لا، ده الموضوع بالنسبه لي كان في تلقائيه وانا بتكلم، مش مرتب له يعني، مفيش ترتيب للموضوع. فانا حبيت اطلع ارد من يلا كوره عشان خاطر الموضوع بدا يمسني انا شويه. انا طبعا عندي اسره وعندي بيت ويمكن الموضوع بدا يبقى فيه رخامه شويه، فعشان كده قلت لا لازم اطلع في مكان ناس شايفينه كتير. فيا جماعه لو سمحتم الموضوع بدا ياثر بجد عليا، لو سمحتم انا مش حابب اللي بيحصل ده كله، الناس تهدى شويه. الموقف حصل، الموقف حصل، ولو كان هو حصل وانا كنت بقوله بتلقائيه فهو حصل، وصاحبه اللي هو عمله فهو عمله، هو عارف ان هو عمله، والموضوع خلص خلاص، الموضوع خلص. انما كتر بقى التجريح اللي بيحصل ده انا مش حابه بصراحه يعني. والناس تطلع تقول ده عايز يركب ترند ولا عايز يركب مش عارف ايه، لا يا جماعه في ناس تانية تعمل ده شغلها ودي دنيتها. انا راجل عندي شركتي وراجل منتظم في حياتي وراجل ليا اولادي وليا بيتي وقافل على الدنيا دي كلها، فيمكن الموضوع ده مؤثر فيا بسبب كده.